في اليوم العالمي للمدرس وجهتنا إقليم ورزازات الذي يشتهر بالأسر الرحالة، وأبناء هذه الأسر وجدوا معلما واحدا ووحيدا يتنقل لمرافقة تلامذة قسمه 25 أينما حلوا وارتحلوا. وهذا هو الموسم الثاني لمعلم تلاميذ الرحل. من ورزازات روبورتاج عبد اللطيف بن طلب والميلودي زينتين. بين جبال صاغروب إكنيون يقيم الأستاذ يوسف في خيمة متنقلا رفقة الأسر الرحالة أينما حلوا يكون معهم لتدريس أبنائهم. مرتاح لأن عندي رغبة نجي لهنايا ومستعد نجي لهنايا، وكيف نروح نتلمذ هما بغاو لقيت فيهم بغاو يقراو، وهذاك الشيء اللي كنعطي لهم كنلقاو فيهم هما كيتجاوبوا مزيان. عمل جبار وجاب سميتو بزاف ديال المعطيات وبزاف ديال المهام، منها انه وصل سميتو هذا التلامذ سميتو لهاد الوضعيه اللي استطاعوا يقراو فيها. 25 تلميذا هو عدد التلاميذ المنخرطين في هذه العمليه التربويه. الموسم الدراسي هنا ابتدى منذ شهر يوليوز الماضي على ان ينتهي اواخر شهر ابريل المقبل. كنرتاح انا نبقى هنا برا هنا المشاكل ما كاينينش وصحاب الدواء وهذا الرحال ومزيانين فيهم الكرم وفيهم كيستقبل مزيان. مدرسه نموذجيه والاستاذ من العناصر المهمه حيث نطمح ان يقوم بهذه المهمه على احسن قيام، ثم نتمناو نمشيو بعيد في هذه التجربه. الاستاذ في هذه التجربه الفريده لا يقتصر دوره على التدريس فحسب، بل يمتد الى تقديم وجبات غذائيه لهؤلاء التلاميذ بشكل يومي، كما يقدم دروسا في محو الاميه لابائهم.